عافية داخل وخارج هذا الوطن، داخل وخارج هذا الوطن. قال أن بوتفليقة مريض وسوف يموت، شكون قال هذا الشيء؟ أنا نموت وميشا نسخ الكرسي تجي تقعد عليه هبطة، لا أبو جرة السلطاني ولا أحمد ويحيى ولا أي كان. الكرسي هذا واحد ما راح يضل. إذا كان عندي الوقت نشطح، إذا كان عندي الوقت